الثورة الرقمية جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث، هناك ناج وحيد. إنها بزبدين. هيدي هي ضيعتي صاحبي اللي بحبها عن جد، عشت فيها السهلة والصعبة والمزح وجد. لما يشوفوا شاب صغوري بيقولوا عنه مرتد، وإذا سمع بغرفة الموني بيقولوا عنه مد. تخبرني ضيعتي اللي بحبها كتير، عاش فيها نايب سابق اسمه شادي العفير، بحب يسابق وبقول أشعار، وعمي ريضان الزعلم الخطيار. من أول ما خلقت بقولوا عنه مختار، مع اني بضلني شايفه مدور المنشار، ودخله راغب الميق ميق بجيب لنا خبز بسرعة مش بطيء. وعنا فيصل اشتراك المتير، ومننزل عن بديع إذا انكسر بفرنسيير. عنا بتضيع كل شي متوفر، ما بتلحق تقزع في مين بالخبر. ومتعت الهم فلان الفلاني، عنا مهنة اللات والعجن سكاني. لوين رايح ولكن دور ثواني، شو بيك يا مان احنا بناخدك عالدنيا تاني. هيدي هي ضيعتي صاحبي اللي بحبها عن جد، عشت فيها السهلة والصعبة والمزح وجد. لما يشوفوا شاب صغوري بيقولوا عنه مرتد، وإذا سمع بغرفة الموني بيقولوا عنه مد. كلنا أهل وكلنا جيران، وإذا حدا بدك فينا بتحسنا بركان. سبحان الله كيف عبعض من الدم، صدق اللي قال بحن الدم. وبعيد الأضحى بيجتمعوا المختلفين، منقول للكل تعود ادعب زبدين. نمرم البيوت كل حدا بحدا، وعشية باللطمة منقفي حدا. يلعمى لايك كيف إلو مريق، يحكي عن أهله وقلبنا أخلاق. هلك بدهم يروحوا يشكوني عن بي، ويقولوا له عيبه بابنك ولك خي. ما فيك تعلم ويكون شوي كلاس، مبارح مرق من حبيتي حامل بيده بازو، حتى أعرف من معه كمان بازو عيوني. كلمة يشاوروا بس طفى التليفون. هيدي هي ضيعتي صاحبي اللي بحبها عن جد، عشت فيها السهلة والصعبة والمزح وجد. لما يشوفوا شاب صغوري بيقولوا عنه مرتد، وإذا سمع بغرفة الموني بيقولوا عنه مد. هيدي هي ضيعتي صاحبي اللي بحبها عن جد، عشت فيها السهلة والصعبة والمزح. ولك يين زين عمي نادو. نادو؟ مين نادو؟ تعرفوش لنادو؟ اسمع أنا. عمي نادو فتح دكان ومعمل مي بنات، أغلى قطعة عنده بألفن، مش همه فلوس جنان. وإذا ما اشتريت من عنده راح تندم واسألني أنا، لأنه كل بضاعة بيجي بصدقني فيش منه. أبو شرب غير من أنا.